أول مرة تركبي مركب؟ أيوه. وإيه رأيك في المركب؟ حلو. طب أنتي قلتي لي إنه إنك نفسك تركبي مركب علشان تصطادي عشان تصبي عالم الصبر. يعني إيه الكلمة دي؟ يعني إن أنت لازم تصبر لغاية لما السمكة تطلع لك في الصنارة، مش تقعد تقول يلا يلا اطلعي عشان لو ما طلعتيش مش هسيبك. هسيبك يعني. فما افضلش ازن عليها كده ولا يلا يلا هي لما تسمعت لو سمعت الدوشه هتروح تستخبى في بيتها، لكن لو ما سمعتش هتروح تطلع واجنها بتاكل الاكل. يعني هي لو سمعت الدوشه كده والزن والزن هتجري اصلا. ايوه، لكن هي لو ما سمعتش هتدخل في الصناره. عارفه ده معناه ايه؟ معناه ان احنا لما بنفضل نزن نقول عايز دلوقتي عايز الحاجه دلوقتي، الشخص اللي بنطلب منه حاجه ده هيمشي يسيبنا زي السمكه كده. مش قلتي لو فضلنا نقول لها يلا اطلعي يلا اطلعي هتمشي؟ لكن لو كنا مؤدبين وقاعدين مستنيين الوقت المناسب وعندنا صبر، ايه اللي بيحصل؟ السمكه هتطلع. ولو كنا مؤدبين كده وعندنا صبر واحنا بنطلب حاجه من بابي او مامي او اي حد، ايه اللي هيحصل؟ هيعملوها لنا على طول، صح؟ احنا بقى بنقعد هنا في المركب نستنى السمكة علشان نتعلم الصبر. ممكن نعمل كده كمان في البيت وفي السكول وفي أي مكان، يعني أكننا في البيت. أكننا في البيت بالظبط، وإحنا في البيت كده نقعد مؤدبين وهادين ونستنى الحاجة اللي إحنا عايزينها والحاجة اللي إحنا طلبناها. عارفة إيه كمان ممكن يخلينا نتعلم الصبر؟ إنه لما أكون مثلا عايزة لعبة ماشي، وبعدين بابي يتاخر شويه على انه يجيب لي اللعبه دي، فانا افضل ازعل 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 واعيط واقول ايه ده ازاي كده انا عايز اللعبه بسرعه. لما افكر ان في ناس كمان ما عندهمش اصلا لعب خالص، في ناس قدنا كده عندهم 5 سنين، مش عندك 5، ناس قدنا عندهم 5 سنين ما عندهمش لعب خالص اصلا بس مبسوطين وفرحانين، لما اقعد افكر كده ان هم ما عندهمش وانا عندي، فاقول لا الحمد لله على انه انا عندي، فانا هصبر شويه. عشان لو قعدت اعيط واعمل كده مش هيبقى عندي العاب خالص. صح، لكن لو فضلت كده قاعده صابره كده ومستنيه الالعاب كلها هتجيلي. اصلا احنا كمان لما بنصبر وما بنزنش كتير ده بيعلمنا ان احنا نكون محبوبين، كل الناس تحبنا. لكن انت لو انت في حد معاكي مثلا في سكول، واحده صاحبتك بتفضل تزن كده مثلا عليكي عايزه منك حاجه، او تزن على الميس عايزه منها حاجه، مش الناس تبقى متضايقه منها؟ يقعدوا يقولوا يا لا بلاش دي، ده بتقعد تزن كتير قوي وتعمل حاجات كتير قوي، صح؟ لكن لما بيكون الشخص مؤدب كده وهادي وما بيزنش ما بيعملش حاجات مزعجه، الناس كلها بتحبه. يلا نلعب. تيجي نصطاد الاول؟ اوكي يلا انا هجيب لك السنارات.